سعيد تعال عاوزتك. لا فوتي اشربي لك كاسة شاي. ابن عمي تعب بدي احكي معك كلمتين. خير شوفي. تعال ما بدي اياهم يسمعونا. تعال قلنا. لك شبك كأنه في شيء مصيبة. تعال قلنا. اجا بدر الدجا. خير شوفي. حسام بالشرطة. شو عم يعمل بالشرطة؟ حاجزينه بتهمة تحرش. تحرك؟ لك تحرش تحرش. تحرش بمين؟ بمين يعني؟ ببنت. يا حبيبي بشر قوم العرايا اجاكم غير جديد وبأنه قسم حاجزينه؟ بالقسم المركزي. طيب ماشي انت تيسري على البيت وانا هلا بروح بشوف شو الوضع. بدك تأجلها لبعد الدوام؟ خذي اجازة وروح هلا. جمانة مشان الله تيسري انا بحل الموضوع. يلا. بدك تستنى ليخلص الدوام؟ لك ما بدي اياك تشوفي المعركة اللي بدها تصير بيني وبين افتكار مشان الاجازة. تيسري ولا تكلي هم انا بحل الموضوع. الابناء ياكلون الحصرم والاباء يدرسون. لمعوا اسناني من هالعيلة. إجازات زعي. كل مرة بيجي ما بيلاقي حدا هون. هديك نهار بهدلني بهدلت الكلاب من تحت راسكم. بس هالمرة يعني في ظروف قاهرة لازم تتفهميني منيح. ما في. كل مرة المدام بتتصل فيك أو بتجي بتصير حضرتك بدك إجازة ساعية. يا ريت تفهمها للمدام إنك موظف بالدولة مو عند حضرة جنابة. اسمعي أنا سيفتكار حياتي الشخصية لا تدخلي فيها. أنا قلت لك بدي إجازة وبس. المدام دخنتها خليها تتركك تشتغل عملك مثل العالم والناس. ولك حاجة شو عملتي قدوتي هذا ونص لسان. أنا عم قلت لك لا تتدخلي بحياتي الشخصية. خلص بدي إجازة ساعية وبس. ما قلك دعوة تحكي معي اليوم. طول بالك ليطق لك عرق. الإجازات الساعية ممنوعة. صحيح ما قلت لي شو الحجة اللي حاططها هالمرة؟ لا حجة ولا شيء. ابني حسام بالشرطة بتهمة تحرك. مدري بمين متحرك. ربي مثل العالم والناس ما فيكم شو الشرطة. لا تطعس وريلي مثل الليمون هلا بكربج وشي. اسمعي لقلك أنا سيفتكار حياتي الشخصية صرت 100 مرة قايل لك لا تتدخلي فيها. يعني من تدخل بشيء لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه. واللي بتدخل بين البصلة وقشرتها ما بتنوبه إلا ريحتها. أنت مهمتك توقعي لي على الإجازة أو ما توقعي. ليش ما دخلك؟ لا دخلني. أنا اللي بتحمل المسؤولية وإجازة ما في. لو بتطق عيونك التنتين. خلص بقى يا افتكار فرطية. الشغلة ما لها محرزة. يعني الرجال وما له مضطر ما كان طلب منك. شوفي شوفي المسكين عم يهني بالكلام. قال من تدخل بما لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه. يعني غلط فيها. بعدين كراسي المديرية ما بتلقى بجوز هلا ينكسر فيه الكرسي. حرام عطيه بقى. بس تصير محلي بتقرر. بس طالما أنا على هالكرسي أنا اللي بقرر. وما في إجازات وما في إجازات. انت الحكي معك ما منه فايدة. احسن شي روح شوف المدير هو بياخد لي حقي. الله لا يحكم فينا مرة. خليه روح يبقى حاله عند المدير. خلي المدير يعرف انه ابنه ماسكينه الشرطة. وانت كمان. وبعدين معك اينشتاين ما بدك تقولي لي المدير هون ولا مو هون؟ ايه هون. شو بدك فيه؟ شو بدك تحققي معي انت عاوزه؟ عنده ضيوف. فوتي ناديله وقولي له استاذ سعيد عاوزك كلمتين. ليش شو بدك منه؟ لك يا عمي بدك تحقق معي. طيب ناديله وقولي له سعيد بلا استاذ سعيد. قومي ناديله. ايه ايه استاذ عاصم. استنى شوي. لك شو بكون كله بدي افهم شو في شو القصه. لك شوفي يا سعيد شوفي ليه العياط. شوف استاذ عاصم يا بتعينوا رئيس القسم ذكر يا بتكب جريمه يا بتنقلوني من القسم كله. لك يا اخي انت ليش بتكره النسوان؟ شوفي بينك وبينه. لو كان رئيس القسم ذكر كنت نفضته بكس دميته وكسرت له منخاره وفكشت ايدي. بس هاي مره ما بقدر احكي معها شيء. انا معنى هالامور واصله لحد بيناتكم. لك ما معقول يا استاذ عاصم انا ابني بالشرطه وحضرتها متصمبعه هيك حاطه رجليها بالحيط وما عم ترضى تعطيني اجازه. ليش شوفي شوفي بالشرطه. ليش انا بعرف شو القصه؟ ما انا بدي اروح لافهم شو القصه. وبس اعرف شو القصه بجي بحكي لك شو القصه. ايه لك هالروح انا بحكي مع افتكار. مثل ما عم فهمك ها الشغل كله علينا استاذ عاصم. واصله معي لهون. واسمعي لقلك ما حدا عم يشتغل بالمديريه غير الدكوره. اشتغل يا شقي لهذا المتكي. لك كل الشغل علينا ما عم يتحركوا. لك ما عم يعملوا شيء. اضرب حالي بالحيط. لك ايه بس خلص خلص بعدين نحكي. ما بتطلع صرافتكم غير قدام الضيوف. يلا روح. ماشي. Thank you.
لا ماني زعلان، ليش بدي ازعل؟ اصلا في شيء مزعل؟ يعني لاني رفعت صوتي عليك وبهدلتك. لا عادي ماني زعلان، انا اصلا دخلت بشيء ما بيعنيني، وعلى قول السعيد من تدخل بما لا يرضيه لقي ما لا يعنيه. ما هو حق سعيد؟ مو قصة يعنيك ولا مو يعنيك يعني، بس انا هذا الرجال بينكرزني، بتمنى يمرق نهار يا استاذ سهيل ما يطلب فيها اجازه ساعيه. لا هذا من المؤاخذه يعني، انت شو فارقه معي؟ مو فارقه معي، شفت بتنكرزني انا الود ودي ما يجي بنوب. طيب ما دام انت الود ودي ما يجي بنوب، ليش ما بتعطي اجازه وبتخلصي منه؟ ما بدي، بحب زله كره قديم يا اخي. يعني في شيء لا سمح الله بينك وبينه؟ متجوز. يعني أنا قبل ما أعرف إنه متجوز ما كان شعوري هيك تجاهه نهائياً، كان بقسم تاني. يعني بدك يا للرجال يضل طول عمره عزابي؟ لا أيوه، شو يضل طول عمره عزابي؟ شو هالحكي؟ بس لما بده ينقي يعرف ينقي مثل العالم والناس. أنا قلي شو أكره شي عليك يا ابتكار؟ بقلك أكره شي علي الرجال اللي بزيد حاله هيك. هيا الله. مثلا عدم المؤاخذة، مرته لسعيد ما شبه شي، يعني حلوة ومعلمة بعدين، مثل فيخ الذنب. بس بتتحكم فيه. وأنا قلي يا ابتكار، شو بتكرهي بالرجال؟ بقلك وقت بتكون مرته عم تتحكم فيه. أنا بكرة بالمستقبل لما بدي أتجوز إن شاء الله، إذا قلي جوزي اللبن أسود بقله إيه أسود. هلا لا تعلي لي قلبي سيد سعيد، أكتر من شوف ما بقدر، بدك تشوفه تفضل أهلا وسهلا. تسلم معلم، بس أنا باخده بنيمه بالبيت والصبح بجيب لك يا. ما بقدر، ابنك مو عامل شجار حتى غض الطرف، ابنك متهم بالاعتداء على العرض، تعرف شو معنى الاعتداء على العرض؟ وهي قديش محكوميتها؟ يعني بدك تقول من 15 يوم لثلاث سنين. الله لا يوفق. حسب التهمة اللي بتوجه له اياها المحكمة. طيب ما بنقدر نلفلف في الموضوع قبل ما يوصل للمحكمة؟ في خد لك كيليين حلو ومزهرية وروح ترجى الجماعة بركي بيسقطوا حقه، هذا هو الحل الوحيد. طيب إذا ما سقطوا حقه؟ مثل ما قلت لنا من 15 يوم لثلاث سنين، إذا مجرد تحرش راح فيها 15 يوم، أما إذا كان محاولة اعتداء على العرض أو اعتداء راح فيها ثلاث سنين. طيب حسب المحضر اللي عندك شو؟ ثلاث سنين. الله لا يوفق. شو؟ الله يصلحه ويهديه. لك ابنك متسلل على البيت لجوا واحتمال ينضاف جريمة دخول البيت بشكل غير مشروع. لك أنا بعرفه ابني ما بيعمل هيك شيء. لك ما حدا بيقول عن زيته عكير، كل الأهل بتقول عن أولادهم أبرياء، بس مع الأسف هيك جرائم عم تصير. طيب بقدر شوفه؟ تقدر يا وليد. نعم سيدي. خده لعند ابنه. حاضر سيدي. كتر خيرك. الله معك. حسام النايحة. حاضر. زيارة. بابا بابا الله وكيلك أنا بريء، على شو أحلف لك إني بريء؟ بابا تطلع فيي بريء بريء، أنا ماني عامل شيء. ألف مرة فهمتك لا تدخل بقصص النسوان قبل ما تصير تفهم عليهم، بتعرف حالك مع مين علقان هلا؟ بابا أنا لا تدخلت ولا قارشت حدا، ما عملت شيء، قالت لي فوت قمت فتت. هلا سألت لك فوت بتفوت؟ طلبت مساعدتي، نختني من جوا، قال فلتاني عند الحنفية، قمت فت أنا بس ركبت لها الجلدة، بس ركبت لها الجلدة. إيه لا تبكي، شد حيلك، الحبس للرجال شباك. ابن النايحة أنت. بابا بس هدول جوا مو رجال، هدول كلهم سرسرية وسرسرية. عفوا عم يحكي معي. بابا على كل حال حسوب حسابك بجوز تطول هون. شو طول ما طول؟ إذا طول هون بجن، إذا بنام ليلة وحدة بجن أنا بموت. لك شو لمسة نبي لطالعك؟ بجوز تنام هون، حط أسوأ الاحتمالات. طيب ماشي بابا، لا تروح هلا، فوت عود معنا شوي، اشرب لك شاي هيك مع الشباب. تضرب على العزيمة شو؟ عفوا عم بحكي معه، بدك شي بابا؟ سلامتك بابا. اخي الو عم له السلام عليكم. الله معك بابا. قوم سوي شاي ولا حرك امرك معلم. شفته؟ اطمنت عليه، لحمست له على شعره، قلت له كغي. شفته، بس القصة اللي عم يرويها ابني غير القصة اللي انتو عم ترووها. بعرف، عم يدعي انه هي اللي استدرجته للداخل، مكتوب عندي بالمحضر.
طيب ليش صدقتوها إلا وما صدقتوه له؟ لك نحن ما منصدق حدا، نحن عنا معطيات وعلى ضوءها منقرر، أقوال الشهود كلها ضد ابنك. ماشي لا تضوج، روّي، ممكن تتكرم علينا وتعطينا عنوان أهلها للبنت، بلكي منحل الموضوع بالتراضي. ممكن، بس أنا من هلأ بحذرك، أي تصرف أرعن بحطك جنبه. لك حاكيني باحترام شبك، أنا مواطن بهالبلد ومحمي والقانون بيحميني. لك رح يصير عمري 50 سنة لسا بتقلي أرعن وما أرعن؟ عم قلك بلكي منحل الموضوع بالتراضي. تراضي إيش يا؟ تراضي إيش؟ بالعرض ما في تراضي، منيح مني اللي عم استقبلك ببيتي. يا سيدي فضلت على راسي، بس يعني شو بتستفيد إذا الولد انحط بالحبس؟ بيتربى. لا تغلط يا رجل، هذا الشاب لساته بأول عمره، امبارح بالضبط دخل سن الرشد، بيهون عليك يستقبل شبابه وهو بالسجن. خليه يحرم يعتدي على أعراض الناس. إيه بنتك اللي قالت له فوت. كذاب! بنتي أشرف من اللي خلفه. تسلم، مجهب. يعني عدم المؤاخذة، لو ربيتوه هو كان صغير كان ما عمل هالشغلات. شوف أبو شو بلا صغراء. أخي شو بدك بأبوه؟ أبو فلنطاح. اسمع أبو فلنطاح، أنا رجال ضويج، وإذا ضجت بساوي شي ما بيعجبك. ها قول حبيبي قول، شو بدك تقول؟ قول اللي بدي أقوله، إنه إذا ابني الحبس وضاع مستقبله بحرق الأخضر واليابس أنا. مثل ما أنت خايف على مستقبل ابنك، أنا كمان بيهمني مستقبل بنتي. إيه بس يا أخي يا أبو فلنطاح، الحبس ما بيحل مشكلة، لأنه الولد إذا انحبس جوا وصار مجرم أكيد رح يطلع ينتقم منك ومن بنتك. إيه بيرجع وبيحطوه بالحبس مرة تانية. إيه بيكون تعود وما بتفرق معه، بتصير حريته جوات الحبس. ماشي، أنا رح بكون أحسن منكم ورح أبسقط حقي، بس على شرط. شو هو؟ تأمنوا لي حقوق بنتي. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني أنت شفت بعد اللي صار، البنت بارت، ما عاد حدا ياخدها. شو هالحكي؟ غلطان أنت، ألف ابن كلب بيتمنى، ألف ابن حلال بيتمنى. أخي أنت لا ترش على الموت سكر، بعد الحادثة البنت بارت، بارت يعني بارت، أنا عم بحكي إنه بارت. والحل يعني شو بنقدر نساوي هلا؟ والله ابنك يتجوزها. يتجوزها ابني؟ هذا لسه ما فاس عن البيضة. هذا إذا لهلأ بجوع بيقول له ماما نيني، شو بدي شوجز فيه أنا؟ شو بدي شوجز فيه؟ معناتها بتعطوها مبلغ لأمن مستقبلها، لأنه أنا مو دايم فوق راسها، بدي أمن عليها قبل ما أحط راسي. وشو المبلغ المطلوب لحتى تأمن عليها قبل ما تحط راسك؟ يا بتشتروا لها تاكسي تضمنها، يا بتلاقوا لها بيت تأجره، يا بتدفعوا لها فلوس. يا حبيبي إجا المتعوس لعند خايب الرشا. أنا لو معي حق تاكسي كنت تركت الوظيفة وما كنت شفني عم بشتغل شوفير بعد الظهر. أنا ما عم بجبرك، في الحل الثاني. إيه على راسي يا أبو فلطح، فلطح راسي، أعطيني وقت فكر. معناها فكر.